ولا لا. اذا عندك فكره تبع معايا واش نقدروا نديروا في كامل البرامج اللي راه توفرها وزاره الشركات الناشئه او اقتصاد المعرفه، طبعا مع التعاون مع بقيه الجهات الوصيه او الوزارات الاخرى. كاين خطوات اداريه ما نقدروش يعني نتغاضوا عليها، لازم نفوتوا بها بصفه عاديه وانيه باش نخلق الوجود القانوني تاعي ان صح التعبير او الضريبي في بيئه الاعمال الجزائريه. عندي انو لازم نخلي اسم الشركه تاعي، ولازم نتاكد مع مصالح الصيانه بلي هذا الاسم ماهوش مستخدم من قبل.